شاكيرا تعيش قصة حب جديدة. ارتبطت مجدداً بشاب أصغر منها ب21 عاماً. التقطت العديد من الصور لهما تكشف قرب العلاقة بينهما. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل علاقة شاكيرا الجديدة. خلال الساعات الماضية تصدر اسم شاكيرا ترند مؤشرات البحث، وذلك بعد دخولها علاقة عاطفية جديدة بعد مرور 5 أشهر فقط عن بيكي. التقطت العديد من الصور لشاكيرا برفقة مدربها الخاص لركوب الأمواج، وكانت الصور المتداولة تكشف مدى اقتراب العلاقة بينهما. اتضح بعد تداول الصور أن مدرب شاكيرا يبلغ 24 عاماً، وبذلك يكون فريق العمر بينهما 21 عاماً تقريباً. ورغم تصدرها للترند وتداول صورها بشكل مكثف، لكن شاكيرا لم تكشف حتى الآن حقيقة ارتباطها بمدربها. مؤخراً عقدت شاكيرا اجتماعاً مع والد طفليها ساشا وميلانو بيكي استمر 12 ساعة، واتفق فيه الثنائي على انتقال الطفلين إلى ميامي مع والدتهما والتوقيع على اتفاقية حضانة مشتركة يتناسب مع حياة شاكيرا. انفصال شاكيرا عن بيكي كان صدمة كبيرة لكل محبيها، خاصة بعدما كشفت أن سبب هذا القرار هو اكتشافها خيانة بيكي. فبعد عودتها من مهرجان كان، اكتشفت شاكيرا وجود علاقة تجمع بيكي بفتاة عشرينية ظهر معها عدة مرات بعد الانفصال. مرت شاكيرا بحالة نفسية سيئة بعد هذه التجربة، ووصل الأمر لدخولها المستشفى، واستمرت هذه الأزمة عدة أيام حتى تعافت تماماً. شاكيرا وبيكي جمعتهما قصة حب قوية منذ عام 2010، ومنذ هذا الوقت وهما يلتقيان بشكل دائم وأنجبا طفلين. ورغم ذلك أكدت شاكيرا أنها لا تقبل الزواج بشكل رسمي من بيكي لأنها تراه ما زال في مرحلة الشباب، وذلك لأنها كانت تكبره ب10 سنوات تقريباً، وكانت لا تريد أي ارتباط رسمي يجمعهما.